احنا فكرنا منذ عقود باش اننا نديروا واحد النادي لهذه البلاد اللي هو كيتواجد في مدينه صفرو اللي على صعيد جهه فاس مكناس، باش كنخفوا شي شويه ديال العناء على الناس الرومات ديالنا اللي متواجدين في فاس ومتواجدين في موزار افران ازرو كاع هاد المناطق كلهم كيجيو لهنا كيديروا هاد الرياضه. ومع تدخلنا شي شويه مع الناس ديال الجامعه الملكيه المغربيه في الرباط وعطاونا هاد المونش اللي هو كيتنظم ديال كاس العرش سنويا، هذا للمره الثالثه حنا كنظموا هاد التظاهره الوطنيه، والحمد لله كدوز في ظروف مهمه، سنه كدوز في ظروف مزيانه والحمد لله. الناس كلهم مشاو، كانوا حضروا معنا السلطات والامن والمنبية الى اخره، جميع المهم السلطات الاقليميه كانت متواجده هنايا والناس خداو الجوائز ديالهم، والبطل المغربي اللي هو الحاج علي يونس هو اللي فاز بهذا الكاس العرش اللي هو ولد الكلوب، وعدد الناس ديال الكلوب اللي خداو الجوائز والناس جات من مختلف المغرب، جميع الكلوب اللي كاينين متواجدين في المغرب كلهم جاو.